باب لها وسمى بوجدان عاليا عن دنيا البشر إلى عالم صنع وحده تجرد فيه عن البغض والكره إلى عالم من نسيج خياله وجد فيه ما ينشده من الحب والجمال. وقد صور لنا ذلك في كثير من قصائده، أذكر منها على سبيل المثال قصيدته أنت إنسان. أنت إنسان بحق وأنا بين قلبينا من الحب سنا، كل يوم صور عبر الطريق تزحم النفس بها ثم تفيق، ليس ما هزك حسا عابرا إنه في الصدر إحساس عميق، هو إنسانية قد وصلت كل نفس بك في ربط وثيق.